بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
فسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا ولله ملك السماوات
بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم وأخرى لم تقدروا عليها
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
محمد رسول الله والذين معه أشداء فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذي